السلام عليكم إخواني متابعي قناة حكيم أوس، أتمنى تكون بألف خير صحة وسلام. شرح لي هذا الفيديو كيفية حذف جميع رسائل الجيميل بنقرة واحدة على الهاتف بطريقة جد سهلة وبسيطة. كما تشاهدون هنا عدد كبير من الرسائل على الجيميل الخاص بي لا يمكنني حذفها كما تشاهدون هنا يدويا. تابع معي الشرح حتى الأخير ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس لكل جديد. نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا بكم اخواني اخواتي جديد، نبدأ في شرح على بركة الله. راح اشرح لكم طريقة للدخول الى الجيميل لحذف جميع الرسائل كما تشاهدون هنا فقط يدويا، وراح اشرح لكم مشكل اخر في المرحلة الثانية والحل لهذا المشكل لكي ينبثق معكم حذف جميع الرسائل دفعة واحدة. تابع معي الشرح حتى الاخير، والناس الجدد اشتركوا في القناة لكي تتواصلوا بكل جديد اخواني اخواتي. نحن نقوم بالدخول الى جوجل كروم، ثم نقوم بالضغط هنا كتابة gmail.com، ثم تقوم بالدخول الى حساب الجيميل الخاص بك، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على ثلاث اشرطة، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على موقع الكتروني مخصص. تم معي بهذا الشكل مثل الحاسوب كما تشاهدون اخواني. راح اقوم بالتكبير لكي يكون واضح، ثم احنا نضغط هنا ونكتب من جديد gmail.com بهذه الطريقة كما دخلنا في اول مرحلة او اول ما دخلنا الى جوجل كروم، ثم احنا نقوم بالضغط هنا. لاحظوا راح ينبثق معنا بهذا الشكل اخر اصدار اخواني اخواتي. بهذه الطريقة يمكننا حذف جميع الرسائل. نقوم فقط بالضغط هنا على المزيد هنا اخواني كما تشاهدون، نقوم بالسحب الى الالات، ثم نقوم بالضغط على كل البريد كما تشاهدون. لاحظوا هنا ينبثق معنا جميع الرسائل، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على هذا المربع في الاعلى كما تشاهدون. هنا تم تحديد جميع الرسائل كما تشاهدون اخواني، ثم بعد ذلك حتى تقومون بالضغط هنا على حذف كما تشاهدون هنا اخواني. يتم حذف جميع هذه الرسائل دفعة واحدة، وهنا خمس سر محادثة كما تشاهدون يتم حذفها. ثم راح تنبثق معكم واجهة اخرى بنفس الطريقة، تضغط هنا ثم تضغط على حذف جاري التحميل كما تشاهدون هنا في الاعلى، تم حذف 50 اخرى، ثم بنفس الطريقة تضغط هنا اخر مرحلة اخواني كما تشاهدون حصريا. لاحظوا تم حذف جميع الرسائل، هنا لا توجد لديك اي رسالة كما تشاهدون. بهذه الطريقة راح تقوم بهنا هنا عندنا فقط 2 جيجا بايت من اصل 15 جيجا بايت كما تشاهدون اخواني. ثم بعد ذلك نقوم بشرح المرحلة الثانية على متصفح اخر، يمكنك التجربه على اي متصفح، انا فقط للشرح اخواني اخواتي. نقوم بالدخول الى اي متصفح، انا راح اقوم بالشرح على كوي براوزر، ثم احنا نضغط هنا نكتب gmail.com، راح تنبثق معنا هذه الواجهه كما تشاهدون. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على ثلاث اشرطه، ثم نقوم بالنزول اسفل، ثم نقوم بالضغط على بيرو او ديسكتوب اذا كان عندك باللغه الانجليزيه، ثم ينبثق لك هذه الواجهه. هنا اكسيد لا ديرنيير فيرسيو دي جيميل يعني اخر جيميل، او هنا يمكنك الضغط على فيرسيو اتش تي ام ال دو جيميل. نحن راح نقوم بالضغط على اتش تي ام ال كما تشاهدون، نضغط على ضغطه، ثم تنبثق معنا هذه الواجهه كما تشاهدون. هنا لا يمكنني حذف جميع الرسائل في هذه في هذا المشكل، الكثير يوقع في هذا المشكل ولا يعرف كيفية حل هذا المشكل. ثم احنا نقوم بالضغط هنا في الاسفل على فيرسيو ستاندرد كما تشاهدون هنا باللون الازرق، انا راح اقوم بالتكبير لكي تكون واضحة معكم. هنا فيرسيو ستاندرد، نقوم بالضغط على ضغطة، ثم يتم حل عندي المشكل بطريقة جد سهلة اخواني. لم يحل عندك المشكل، فقط راح تقوم بالضغط هنا ثلاث أشرطة، ثم راح تقوم بالضغط على موقع إلكتروني مخصص. تمام إخواني، ثم تضغط هنا على ثلاث أشرطة في الأعلى، ثم تضغط على بيرو أو ديسكتوب هنا، ثم بعد ذلك ما قلت لكم إخواني تقوم بالضغط هنا على فيرسيو ستاندرد. أنا شرحت لكم بالطريقتين لكي يكون الشرح معكم واضح، تضغط على فيرسيو ستاندرد.
لاحظوا إخواني، تم حل معنا المشكل بطريقة جد سهلة وبسيطة إخواني. لاحظوا هنا يمكنني حذف جميع الرسائل، تقوم بالضغط هنا على بلوس يعني عرض الكل، ثم تقوم بالسحب إلى الأعلى، ثم تقوم بالضغط على توتلي مسج يعني جميع يعني الرسائل البريد. ثم هنا حنبتق معك جميع رسائل البريد الإلكتروني الخاص بك. لاحظوا إخواني هنا جميع رسائل البريد الإلكتروني، ثم تقوم بالضغط هنا على هذا المربع في الأعلى، ثم حينبتق معك هذه الخانات كما تشاهد، ثم تضغط هنا على حذف هذا الزر إخواني. كما تشاهدون راح يتم حذف جميع الرسائل هنا، لا توجد يعني لا توجد أي رسالة على الجيميل الخاص بك. أتمنى الشرح يكون نال إعجابكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، كتابة تعليق جميل. شكرا على مشاهدة الفيديو، سلام.